خالد، اول كاع نتائج الانتخابات كتقول بانه البي دي صح انه تقدم في النتائج ولكن فارق بسيط مقارنه مع ما كان متوقع. ديالك هذه الخطيه اللي بانت في النتائج ديال الانتخابات شوف اولا كلمه القطبيه، انا عندي على بزاف ديال الاشكاليه، لانه لا يمكن ان تكون قطبيه في هذا البلد. مهد عندنا الملكيه في هذا الشكل التنفيذي الى اخره، لا يمكن ان تكون قطبيه. غادي يكونوا دائما اي حكومه غتكون حكومه ائتلاف، وما يمكنش الملكيه تقبل القطبين، لانه الا ولا عندك جوج ديال القطبين كتطرح هي مشكل ديالها هي، ما غاديش يمكن لها تكون حاكم. فمشكل القطبيات خصنا نحيدوه، ما عمر في هذه البلاد غتكون القطبيه. ثانيا انه النظام الانتخابي لا يمكن ان يؤدي الى قطبيه. كيف ينتخب في هذه البلاد؟ ما يعطيك الا مشهد سياسي مفرقع اللي تخصو تحالفات باش تحكم، دونك القطبيه ما كايناش. فيما يخص البي جي دي وهاد الانتخابات، انا كنظن بانه البي جي دي استطاع يصمد، ما نجحش، استطاع يصمد امام المنافسين ديالو، ولكن كنعتقد ان اللي ربح في هاد الانتخابات هو البام، لانه الا جينا نشوفو في 2011 كان عنده 47 دالي، اليوم عنده اكثر من 100، دونك الى دوبليك جوج المرات العدد ديال المقاعد، وهذا شيء مهم. في حين ان البي جي دي ربح شحال؟ ربح يكون 20 مقعد، الاخر ربح علينا 50 مقعد. دونك كنظن بانه اللي ربح القضيه هو سميتو هو البام. ثالثا ان هاد النتائج ديال الانتخابات كتجعل البي جي دي كيولي رهينه ديال المخزن والملكيه، ورهينه ديال الاحزاب التي يمكن ان تتحالف معه، لانه ما يمكنش يكون يالف حكومه بين تحالف، وهو الان في موقع ضعف، دونك حتى هاد الناس اللي بغاو يتحالفوا معه غادي يوليو طامعين بزاف. انا اعتقد الا كاع قبلوا يجيو للتحالف، واحد غادي يقول له اعطيني وزارة العدل، واخر غادي يعطيني وزارة الخارجية، غادي يبغيو يحيدوا لي كاع الوزارات ديال السيادة ولا هاد المهمة. وحتى الائتلاف كله باش يدير الحكومة خاصو داغلي 163 صوت ولا شي حاجة بحال هكا، ما يمكن يديرها إلا إلا تحالف مع الأحرار ولا الحركة الشعبية ولا حزب الاستقرار إلى آخره، ولو أن حزب الاستقرار قال لك ما بغاش يتحالف معاه. ولكن كاع هاد الاحزاب اليوم اللي كاينه في النطاق هي في اخر المطاف حزب واحد، هو حزب ديال المخزن. كلهم هاد الاحزاب كلها تضوا في فلك المخزن او خرجت من رحم المخزن، دونك ستؤتمر بما يؤمر اليها. الى المخزن بغى هادو يتحالفوا مع بن كيران غادي يتحالفوا، الا ما بغاش ما يتحالفوش معه ما غاديش يستطع يكون حكومه. دونك انا كنظن انه اللي حصل في هذه القضيه في هذا المستنقع هو البي جي دي، عكس ما يقول انه نجح، ما نجح في والو، لانه اصبحت هنا في يد الحكم.